ما في أطيب من ريحة الكعك وقت نكون عم نخبزه بالبيت، من عوايدنا وتقاليدنا تحضير الكعك بحليب على الأعياد. الكعك بحليب وصفة بحبوها الكبار والصغار. الكبار بحبوها مع فنجان النسكافيه والقهوة، والصغار بحبوها بكل الأوقات. اليوم رح منحضرها سوا بطريقة بسيطة، وصفة كتير ناجحة، منشوفها سوا. للمقادير نحن بحاجة لست أكواب من الطحين المنخول، كوب من السكر، أكيد فينا نحط أكتر بهذه الوصفة، 225 جرام من السمنة أو الزبدة، ملعقة صغيرة من المحلب، ملعقة كبيرة ونص خميرة، ملعقة كبيرة سكر، كوباية ونص من الحليب الفاتر. المرحلة الأولى بدنا نخلط ملعقة السكر مع الخميرة الفورية، وبدنا ندوبهم بربع كوب من الماء الفاترة. بس نتأكد أنه الخميرة دابت على الآخر، منغطيهم ومنخليهم على جنب لحتى تتفاعل الخميرة. بهذا الوقت بدنا نبلش بتدويب السمنة أو الزبدة. وصفتنا فينا نحضرها بالسمنة أو بالزبدة أو بالاثنين سوا. مندوب على نار خفيفة السمنة أو الزبدة مع الحليب السائل. النار بدها تكون كتير خفيفة لأن ما بدنا نحن الحليب يسخن. منحرك لتدوب السمنة أو الزبدة، ومن بعد ما تدوب منضيف السكر ومنحرك ليدوب السكر مع الحليب والسمنة. شوفوا كيف الخميرة بعد 10 دقايق من الوقت تضاعف حجمها، وهيك منتأكد أنه الخميرة عم تشتغل. منبلش نخلط المحلب مع الطحين المنخول. نخلط المواد الجافة مع بعض، من بعدها منزيد الخميرة يلي حضرناها، ومنزيد خليط السوائل يلي حدوبنا فيه السمنة مع الحليب والسكر. منبلش نعجن المواد كلها مع بعضها. وقت نكون عم نحضر عيار واحد مثل اللي أنا عم بعمله، طريقة العجن سهلة ما بتاخد كتير وقت معنا. وهيدي العجينة هيك بتصير معنا بالآخر. منغطيها بنايلون، نرجع منغطيها بفوتة أو بحريم لندفيها، نتركها بمطرح دافي لتخمر. الأفضل نعطيها وقتها على الأقل 4 ساعات أو 5 ساعات قبل ما نرجع نشتغل فيها. أنا عجنتها بالسهرة وتاني نهار الصبح كفيت شغل. وهيدي العجينة تاني نهار من بعد ما خمرت، شوفوا كوامها قدي طرية. العجينة ما لازم تكون كتير طرية ولا كتير قاسية، بدها تكون مثل ما عم نشوف بالفيديو. الشغل فيها كتير سهل، ناخد قطعة من العجين منمدها مثل ما عم نشوف بالفيديو، منقطعها لقطع متساوية، ومنرجع منشكل شكل الكعكة. بحب أحكي ملاحظة صغيرة، نحن وعم نختار السمنة أو الزبدة لتطلع وصفتنا ناجحة وطيبة لازم ننقي نوعية سمنة أو زبدة تكون مميزة وطيبة، لأنه هي سر نجاح وصفتنا. نحن وعم نشكل الكعك منغطي الصواني اللي حضرنا فيهم الكعك بنايلون ومنخليهم يرتاحوا. وبس تكتمل الكمية كلها على فرن حامي مسبقا على حرارة 180
منبلش خبز بالكعك. الخبز بده يكون على الرفل بالوسط، وأول ما نشوف إنه الكعك بلش ياخد اللون الذهبي مندور من فوق، منحمر الوجه ومنرجع منشيلهم من الفرن. أنا خبزتهم على فرن المروحة من فوق ومن تحت بنفس الوقت، تقريباً الخبز أخذ معي 15 دقيقة. من بعد ما يطلع الكعك من الفرن بدنا نغطيهم بفوتة لحتى يبردوا، ومنرجع منعبيهم بكيسين أو بالعلب يلي بدنا نضبهم فيهم. وهيدي النتيجة النهائية، كعك كتير طيب. شوفوا بقلب الكعكة قدي رافخة، كتير طرية. بنصحكن تجربوها، وبتمنى تكون الوصفة عجبتكن، وألف صحة.